وبيجيلك حالات كتيره، واتكلمنا على القصه دي كتير. المجتمع بقى هل هيخاف من العقوبات، ولا المجتمع مصر وهناك عقول تريد ان تتحايل لانها مقتنعه ان في هذا عفه البنت؟ انا كان نفسي اجاوبك بارقام الحقيقه، لان انا للاسف الشديد اخر رقم عندنا زي ما حضرتك سالتي دكتوره مايا هو 2014. هي دايما كانت وزاره الصحه بتعمل مسح، ومن ضمن المسح ده بيبقى فيه موضوع الختان. اخر مسح اتعمل كان 2014، كان المفروض يتعمل 2019 اعتقد، يمكن عشان موضوع كورونا ما اتعملش. المسح ده كان بيقول ان احنا الارقام بتاعتنا لو حطيناها من اول 15 سنه ل 49 سنه هي ما زالت في التسعينات في كل المحافظات. لكن الحاجه الجميله جدا في هذا المسح ان هو ابتدت تظهر مؤشرات ان هو في البنات من 15 ل 17 نزلت من 76% الى 61%، يعني بمعنى انها نزلت 14%. الحاجه اللي اجمل ان في بعض المحافظات زي دمياط نسبة الختان في البنات دول من 15 ل 17 10%. بصوا قد ايه الفرق. طب نيجي نقول بقى انا والى 91% في البنات دول اللي هو من 15 ل 17. طب ليه فرقت دمياط 10% وانا 91%؟ مع ان على فكره هي انا محافظه فيها اغلبيه عظمى مسيحيين، يبقى مش مسلمين. يبقى اذا هو في ارتباط وثيق ما بين الموضوع الختان وموضوع المؤشرات الاقتصاديه والوعي والتعليم. يعني اذا البنات لما بتتعلم هي نفسها بترفض الختان، الاهالي لما متعلمه بيرفضوا الختان، وعشان كده في فرق بين الريف وبين المحافظات الحضر. فاحنا عندنا اقل محافظات دمياط واسكندريه،